علي مطرح. علي 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 صوتك. شعبنا هنا في الداخل يقف إلى جانب القدس، إلى جانب المسجد الأقصى المبارك، وإلى جانب كنيسة القيامة، ويقف في مواجهة كل العدوان والاقتحام والانتهاك الذي تقوم به إسرائيل. نحن نرسل رسالة إلى القدس أنها ليست وحيدة، لكن نرسل رسالة للمؤسسة بأن لا تسمح لنفسها في الأيام المتبقية من هذا الشهر الفضيل أن تقوم بأي تصعيد، لا في ليلة القدر ولا في الجمعة الأخيرة من رمضان. شعبك يا فلسطين مثل كل المحتلين. شعبك يا فلسطين. اوعى تساوم.